كتاب من الرحمن يعلو ويرتقي به المؤمن المنقاد للهدي والنبي، شفاء لسقم الماء برحمة وحي الله نحيا ونهتدي، وراثة صدق في معاني فأمعنوا لأنفاس نسل الفاخر السيد التقي. يقول الحق تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار، لما سمع الذكر. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يكاد يزلقون ينفذونك بأبصارهم، يزلقونك يرمونك، يزلقونك بأبصارهم، يرمون بك من شدة حدة نظرهم بالبغضاء. وإن يكاد ليزلقونك بأبصارهم أو يصيبونك بالعين، لما سمعوا الذكر. يقول أكثر المفسرين لما سمع الذكر القرآن، لما سمع الذكر هو محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر ذكر الله به عباده، ذكر وذكر به عباده، لما سمع الذكر. ويقولون إنه لمجنون، إنه إيش الذكر مجنون، لا يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون. ليش يقول مجنون؟ مغتاظين وكلام قوي ما يقدرون يردون عليه، يقول مجنون. حيلة العاجز، يعجز ما عنده شيء يجيب كلام، يجيب كلام بعيد لماله منطق اصلا ولا يقبل، بيقول يجيبه لانه عاجز مسكين ما يعرف يرد على الكلام وهو مغتاظ. فانظر، هذا الذي هو نعمة الله عليهم وواجبهم ان يحبوه ويفرحوا به، يقومون يمتلئون غيظ حتى بصارهم شديدة شنيعة عند زوجته. وفيه ما جعل الله في هذه الأبصار من آثار في أول الآيات اللي قبل هذا: خاشعة أبصارهم، وقال قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. ففيه نشؤون القلوب متعلقة بالأبصار وأثر هذه النظرة. يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم، حتى يقول سيدنا الحسن البصري كما قال غيره: إن قراءة هاتين الآيتين دواء من العين، شفاء للعين، يبعد عنك العين أن لا تصيبك، وإذا أصابتك تعالج منها بقراءة: وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فتؤثر النظرة، آثار النظر كثيرة، إيجابية وسلبية، خيرية وشرية، حسنات وسيئات النظر. النظر أمر غريب، بل يستطاع الآن أن يفهم ويعرف ما في الجسد من مرض في أي عضو من الأعضاء من خلال العين، من خلال قياس العين. لا إله إلا الله. وجاء عن العين التي تحدث عن الحسد والإعجاب الشديد بالأمر فتضر المعيون والمنظور. العين حق تورد الرجل القبر والجمل قدر. تقول كان في قريش بني أسد
مشهور بينهم ومعروف قوة العين حقهم. وإن أحدهم إذا مرت إبل أو غنم بهم يريد شيء منها يقول لأهله عدوا العدة وقوموا بين تأتوا لنا شيء من ذلك، ينظر إليها بعين حدة تتساقط يسقط منها، يروحون يذبحون منها. وإن واحد منهم كان شديد ويجوع يوم ويومين، بعدين ينظر لأي شيء مار جمال وغيره فيوقع عينه عليه فيقول أوه ما رأيت مثل ذا اليوم، فيسقط. قالوا له تعال شوف محمد، وأنا أشوف محمد يريدون يصيبوا بالعين. عصم الله النبي ومعته. وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصار، مغتاظين وابغوا العين تصيبك، ويبغون لا يزلقونك بأبصار، ينفذونك يودوا يسقطونك يرمونك في ذاك الساعة لما يشوفونك بغوا، لو يمكنهم يسقطوك في المكان. وإن يكاد يزلقونك بأبصارهم، في قراءة لا يزلقونك ولا يزلقونك، قراءة أكثر القراء لا يزلقونك، وبعضهم لا يزلقونك من القراءات السبع، لأنها مرجع إلى يزلق وأزلق، يصله زلقه وأزلقه. وإن لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون. وهكذا حتى جاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم خرج مرة مع جماعة من أصحابه فيهم سهل بن حنيف، متوجهين نحو مكة، لما قدهم في وادي الخرير في الطريق وقع على الأرض ما عاد قدر يتحرك، بسبب كان معه واحد عامر بن ربيعة كان عاين، وكان سالم بن حنيف أبيض اللون حسن الجسم، فقام يغتسل خفف ثيابه وشافوا هذا قالوا، نظر إليه وسقط في محله، فجاءوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل لك في سهل؟ ما يقدر يرفع رأسه وهجرته وما كان يتكلم. قال هل تتهمون به من أحد؟ قالوا عامر بن ربيعة هذا. نظروا و دعا عامر تغيظ عليه صلى الله عليه وسلم، قال له ما بال أحدكم إذا رأى شيء في أخيه يعجبه أن لا يبرك، إن العين حق. ثم اغتسل، غسل وجهك ويديك ورجليك وركبتيك وداخل إزارك حتى الماء، قام متغسل، قال صبوه عليه، أخذوه فصبوه على سهل بن حنيف، قام يمشي مع الناس في نفس الوقت. وهذه من الأدوية التي قررها صلى الله عليه وسلم لدواء العين، إذا عرف العين وتمحد العين أن يغسل أطرافه وجهه ويديه ورجليه وركبتيه أو داخل إزاره، ثم يصبون على العين مباشرة يذهب أثر العين كاملا. سبحان الله، هذا يقول كلكم كلكم عيانون إلا من بورك، وإذا استغسلتم فاصلوا، إذا أحد منكم طلب غسل غسل، ما تقول أنا ما عين حد، أنا ما عندي عين، أنا ما هو بأمرك، لأن ما هو باختيارك، قد يكون استكثارك لشيء ونظرك إليه بعين الاستعظام يصيبها العين. فعجيب أسرار العين، حتى يصيب الإنسان نفسه، قال يرى شيء يعجبه في نفسه ويستكثره يصاب العين، هو بنفسه يصيب نفسه بنفسه. وإذا علمنا إذا شيء أعجبنا نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما قال المؤمن لصاحبه ويحاور المذكورين في سورة الكهف، وإذ قال له ولو لا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة بالله إلا بالله، إن ترين نقل مقل، فيعني تحفظ لك الجنة حقك، ما هو ما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال إيش هذا، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا من أقوى الأذكار لصرف العين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فمن رأى شيئا يعجبه في نفسه أو أهله أو ولده أو أي أحد من الناس فليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
وفي رواية في مسند الإمام أحمد بن حنبل أنه هذا بنفسه العين هذا عامر بن ربيعة كان راح يغتسل مع سهل بن حنيفة أرادوا السترة وخرج سهل ثياب كانت عليه قالوا ما عجب هذا الجسد ولا ثوب المخبأة في البيت ولا ثوب ولا جسد المخبأة ولا جسد فقط. لما دخل يغتسل سقط في الماء يا فلان ما كلمه راح لعند النبي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يجري وخاض في الماء فضرب في صدره وقال اذهب بردها وحرها وقام. فلهذا في الرواية الأخرى أنه جاء يمكن عرف منه وتكرر دعاه وتغيظ عليه وأمره أن يغتسل. قال ما لكم إذا رأى أحدكم في أخيه شيء يعجبه فليبرك يقول ما شاء الله لو قلت له بالله تبارك اللهم بارك فيه. وإذا قال ما شاء الله لو قلت بالله اللهم بارك فيه ولا تضره انتفى أثر العين نهائيا من أي عين. ما شاء الله لو قلت بالله اللهم بارك فيه ولا تضره. إن كان قال هذا عن نفسه ولا عن ولده ولا عن شيء أثر العين ينتهي نهائيا. إذا قال ما شاء الله لو قلت بالله اللهم بارك فيه ولا تضره ما يصيب ما يصاب بالعين. ولكن هذا يعين ولا يقول ما شاء الله ولا لا قوة إلا بالله ولا اللهم بارك فيه ولا تضره. ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك فيه ولا تضره. فكما أن هذا النظر يؤثر سلبا فنظر المحبة والرافة يبعث نشاطا يبعث أنسا يبعث فائدة ونظر الصالح الولي والعارف يكشف حجابا يرفع قذرا يورث طهرا. ما تشوف ذاك يموت وهذا يحيي وهكذا نظر العين ونظر الصالح ونظر الولي وجعل الله لنا في ذلك آثار حتى أن من الحيوان ما يربي أولاده بالنظر ومنها السلحفة مجرد ما أجمع يفقس بيضها تشوف من قبل إذا ركزت نظرها على البيض يكتسب حرارة من نظرها يفقس تكون فيه الولد يخرج تسلط أنظارها عليه يتعلم الحركة سلط أنظارها عليه يتعلم الأكل سلط أنظارها عليه يتعلم يقوم يمشي مثلها يدب كماها سلحفاة. هنا تربي أولادها بالنظر. إذا كانت سلحفاة فكيف بعارف بالله رجل صالح ما يعرف يربي بالنظر. ويجدون الآن أشعة تخرج من العيون كلها مختلفة وتصل إلى ما ينظر على درجات وعلى مراتب يحسونها بالأجهزة هذه وما غاب عنهم أكثر. ولله أسرار في كونه وفي خلقه جل جلاله. وفي الحديث أيضا أن الله تعالى ينصر من أبطأ الفتح عليهم بتقديمهم من رأى رسول الله لا العين التي رأت النبي هل فيكم من رأى رسول الله فيقدمونهم فيفتح الله عليهم ويفتح الله لهم. ثم قال هل فيكم من رأى رسول الله في امتداد أثر الرؤية أثر النظر الطيب الصالح. ولهذا قال كثير من أهل من صالح الأمة من لم يرى وجه مفلح كيف يفلح ومن رأى وجه مفلح بالمحبة والأدب والاحترام كيف لا يفلح لابد أن يناله من الفلاح نصيب. الله أكبر. يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذلك ويقولون إنه لمجنون. مجنون إيش؟
كلام قوي ما عرفته بتجيبوا مثله، ما عاد معكم لا تقولون جنون، يهدي بهذا الكلام ذا يجيب من ما عرف يقابله، ما عرف يماثله، ما عرف يجيب من عرف يرد عليه، قال يهدي هذا يعني مجنون. وهكذا الإنسان يصلح لما يعجز يدعي دعوة، يجيب كل من يجيب أي كلام يمشي، تقول لا عقل تكلم سواء أنت عجزت عن أن ترد على هذا الكلام وتأتي بمثله، تقوم تجيب وصف بعيد ما له مكان ولا له أساس. وما هو أي محمد أو القرآن الذي نزل عليه إلا ذكرا، ذكرا للعالمين، يذكر الله بالعالمين الإنس والجن بل جميع الكائنات، كل ما سوى الله تعالى فهو عالم، وما هو إلا ذكر للعالمين. ففيه انتفاع الكائنات بالقرآن وانتفاعها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ونعم الذكر للعالمين، المرسل رحمة للعالمين، سيد المرسلين وخاتم النبيين. وهكذا نأتي إلى ختام سورة القلم، لننتقل إن شاء الله إلى سورة الملك. وتبارك الذي بيده الملك، رزقنا الله وإياكم كمال الإنابة وكمال الخشية كمال الاستقامة، ونفعنا بالذكر الحكيم والآيات وما أنزل على النبي العظيم، ورزقنا حسن متابعته، ورفع لنا عنده قدرا، وأعظم لنا منه أجرا، وأصلح شؤوننا طرا سرا وجهرا دنيا وأخرى، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. كتاب من الرحمن يعلو ويرتقي به المؤمن المنقاد للهدي والنبي، شفاء لسقم الماء برحمة وحي الله نحيا ونهتدي، وراثة صدق في معاني فأمعنوا لأنفاس نسل الفاخر السيد التقي.